السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة وبسعادة. النهاردة هكلمكم على اهم علامات اقتراب وضع البيض للطيور او عند الطيور. علامات وضع البيض عند الطيور ما بيختلفش عليها اتنين، ولكن في كتير من الهواة وخصوصا المبتدئين ما بيعرفوش ايه هي العلامات اللي بتدل على ان خلاص النتاية هتضع البيض او على اقتراب وضع البيض. فالنهاردة ان شاء الله كده هنوضح اهم العلامات اللي اول ما تلاحظوها كده على طول تعرفوا على طول ان الحمد لله رب العالمين ان النتاية عندنا هتبتدي تحط البيض. من العلامات وضع البيض عند النتاية، اول حاجة بيعملها لو كان كوكاتيل بيبقى الذكر على طول بيدخل البياضة بيدبد فيها شمال ويمين ويحاول ينقر فيها شمال ويمين وينعم النشارة اللي احنا حاطينها، ويبتدي بقى ينقر حوالين فتحة الباب اللي هي الدايرة دي، ويبتدي ينقر وبالتالي وينغم، وبالتالي بنلاقي النتاية في المرحلة دي بيكون خلاص حصلت عملية التكسير. في المرحلة دي بنلاحظ ان النتاية عندنا لها علامات معينة، في الكوكاتيل بالذات ما بتبقاش ظاهرة قوي قوي الا اذا لما بالنتاية بتبتدي تدخل وتقعد فترات طويلة جوه البياضة، بيسبقها طبعا الذكر بيقعد برضو شوية صغيرين بيأمن المكان تمام تمام، وبعد كده هي بتدخل تبيض. هقول لكم على العلامات اللي هتلاحظوها على النتاية نفسها ايه هي، بس الاول نعرف لكل نوع من الطيور عندنا ايه العلامات الاولية. بالنسبة للبادجي بنلاقي ان النتاية هي اللي بتبتدي تقعد فترات طويلة جوه البياضة، وبنسمع صوت تنقيرة كده خفيفة جوه البياضة. التنقيرة اللي بتحصل دي بتبقى نتيجة ايه؟ ان النتاية بتبتدي تخشن الارضية بتاعت البياضة. تخشنها ليه؟ علشان خاطر البيض لما تحط البيض ما يجريش من تحت منها ويبقى مجمع في مكان واحد تقدر ان هي تدفيه علشان يبتدي البيض ده يعرق. لان معلومة بس للهواء الجداد ان البيض يا جماعة ما بيبتديش يعرق او تبتدي تظهر فيه العروق او التجمعات الدموية الا لما النتاية بترقد عليه. يعني احنا هنلاحظ ان مثلا لو احنا النتاية حطت اول بيضة حتى بعد يومين ما نحاولش نعمل الحركة دي، ان احنا لو كشفنا على البيضة مش هنلاقي فيها حاجة. اول ما هتبتدي تخلص خلاص كل البيض اللي هي رقد اللي هي موجود عندها في عنقود البيض وهتبتدي ترقد او رقدت عليه لمدة يوم، خلاص كده الحمد لله رب العالمين هيبتدي يبقى فيه البيض المخصب، هيبقى فيه النبض. عكس تماما ما كتير من الهواة بيفتكروا ان البيض اول ما بينزل من النتاية خلاص بيبقى معرق وبيبقى كلام. لا، هو بيبقى فيه البذرة وبعد كده نتيجة التدفئة ونتيجة التحضين السليم للنتاية بيبتدي يعرق ويحصل فيه النبض، وبالتالي تبتدي الاجنة تتجمع. فنخلي بالنا بس من ترتيب الاحداث دي. بعد كده النتاية ما بتخشن وخصوصا البادجي بتخشن تحت منها كده بتبتدي تحط اول بيضة. وللمعلومة برضو ان معظم الطيور ما بيحطوش او كل الطيور ما بيضعوش البيض كله مرة واحدة، يعني مش في يوم واحد هنلاقي 5 6 بيضات موجودين جوه البياضة. لا، في طيور بتقعد كل يومين تحط بيضة، وفي طيور كل يوم بتحط بيضة، وفي الغالب ان البادجي كل يوم بيحط بيضة، اما الكوكاتيل فممكن كل يومين يحط بيضة. طيب العلامة التانية او التالتة بقى انا مش متذكرة، اكتبوا انتوا ورايا، هو ان بلغة الهواية كده لما بلاقي النتاية محطحطة دي يعني ايه؟ محطحطة يعني هنلاقي عند المجمع او المخرج عندها هنلاقيه منتفخ كده شوية، هعرف على طول ان خلاص كده النتاية قربت تحط. دي من ضمن علامات وضع البيض عند النتاية، هلاقي ان اسفل البطن منتفخ ونازل لتحت شوية. تاني حاجة هنلاقي الديل مايل بزاوية تقريبا يعني 45 درجة لأسفل، فدي برضو من ضمن العلامات اللي ممكن تدل على او هي علامات تدل على اقتراب وضع البيض عند النتايات. من ضمن علامات اقتراب وضع البيض عند النتايات الراطي او الاخراج، وده نخلي بالنا منه كويس قوي لان في بعض من الهواة بيختلف عليها او بيختلط عليها الامر من الراطي اللي خاص بالاسهال والراطي الخاص بعلامات اقتراب وضع البيض. لا يا جماعة، ده شكل وده شكل وده لون وده لون، وعلشان كده انا كنت في عندي فيديو في القناة بيتكلم عن الفرق ما بين راتي الاخراج وراتي وضع البيض وراتي العادي او الاسهال الوهمي،
فنخلي بالنا ان الطيور ممكن يعني نشخص الحالة غلط ونقول ده عندها اسهال، ونبتدي نعالج بادوية اسهال وهي مش اسهال، ولكن ده نتيجة اللي هو اقتراب ميعاد او اقتراب وضع البيض عند الطيور. لان بلاقي ان النتاية في الوقت دوت لما بتقترب من وضع البيض بتجمع الراتي نتيجة قعدها فترة طويلة على البيض، او فترة طويلة عمال ما تحط اول بيضة، علشان بتحاول تهيئ الجو جوه البياضة للرواد او التحضين، فبتجمع كل الراتي او الاخراج عندها لفترة طويلة علشان تحافظ على توازن درجات الحرارة والرطوبة جوه البياضة. فبتيجي على نفسها بتفضل مخزنة الاخراج ده او الراتي ده، وتيجي ساعة الاكل او ساعة بقى ما خلاص مش قادرة، فتبتدي تطلع من البياضة وتخرج الراتي ده، فبنلاقي كميته اكبر من الكمية الطبيعية اللي احنا متعودين عليه، ولونه الى حد ما ممكن يختلف. ولكن برضو عن يعني الفيديو اللي انا كنت اتكلمت فيه عن الاسهال الوهمي هيوضح لكم الصورة اكتر، عشان مش عايزة اطول في الفيديو ده اكتر من كده. طيب في حاجة كمان، ان الذكر مهم قوي يا جماعة، لازم تحطوا وقافة قصاد او قدام اللي هي فتحة البياضه من جوه القفص. طب ايه لازمتها؟ اولا دي بتشعر النتايه بالامان، لان الذكر بيقف لها فتره طويله جدا قصادها عليها. ليه بقى؟ لان لا ربما تكون النتايه شايفه ان الرطوبه والحراره يا دوبك مظبطاها بالعافيه، فلو قامت من على البيض او قامت من اول بيضه فممكن البيضه دي تكبس لا قدر الله. فالذكر سبحان الله في لينك كده بيبقى ما بينه وما بين النتايه، بيعرف على طول هي عايزه ايه، فلو هو واقف لها الوقفه دي بالتالي بيلاغوا بعض، فممكن يدخل يرقد هي وهو مكانها، وتطلع هي تقضي حاجتها او تاكل او ما شابه وتدخل تاني. او ان الذكر نفسه مش عايزها تقوم من على البيت او خلاص هتحط البيضة، فممكن يدخل يأكلها منها على الباب. فالوقافة دي مهمة جدا جدا. كمان الوقافة دي بتسهل للنتاية ان هي لو هي محطحطة او المجمع عندها منتفخ من البيض، لو ما فيش الوقافة دي فبيبقى بصعوبة ان النتاية تقدر تخش البياضة. فنخلي بالنا من النقطة دي، لان البيضة لو اتكسرت نتيجة دخلة غلط والنتاية دخلة غلط على البياضة، او اتشعبطت على السلك فتخبط البيض ده في المجمع عندها، فلا قدر الله لو البيضة اتكسرت جوه النتاية فدي بتبقى مشكلة المشاكل، وممكن لا قدر الله ممكن تموت مننا النتاية. نخلي بالنا برضو من حاجة مهمة جدا جدا ان احنا بنعملها، نخلي بالنا منها، ان احنا لما عنا بتشوف المجمع منتفخ بالطريقة دي، ودي من علامات اقتراب وضع البيض عند النتايات او عند الطيور، ما بديش كمية من الخضروات كتير، يعني بدي تخضيرة خفيفة قوي قوي قوي، واحيانا ما بديهاش، ولكن يعني يستحسن ان انا ادي حتة تخضيرة خفيفة قوي قد عقلة الصباع. اولا بتسهل اخراج البيضة، ولو كترنا هتيجي النتيجة عكسية ان هي ممكن تعمل اسهال، فممكن تسبب مشاكل للبيضة اللي خارجة دي، ودي طبعا احنا مش عايزين المشاكل دي بالنسبة للبيض. تالت حاجة او عاشر حاجة بقى من نخلي بالنا منها، ان الراتي لازم اخلي بالي منه زي ما انا قلتلكوا، واتابع الراتي كويس جدا، لان ممكن النتاية لا قدر الله لو مصابة بالسلمونيلا هيبان لي في ارضية القفص من اللون مش من الحجم الاخراج. احنا قلنا الراتي او الاخراج هيبان ان هو كميته كتير عشان هي قاعدة جوه بتطلع اخراج مجمع، ولكن لو لقينا الراتي مخضر الخضار الزرعي اعرف على طول ان القص ده خلاص ممكن يكون عنده برد او يكون عنده سلمونيلا. عنده برد هلاقي ان الراتي ده لونه اخضر زرعي، لكن لو عنده سلمونيلا هلاقي الراتي ده لزج عامل زي الزيت، وبالتالي في المرحلة دي يبقى انا لازم هدي حاجة للسلمونيلا. واعتقد ان مفيش احسن من دلوقتي البي ام دي، حلو جدا جدا للسلمونيلا، فممكن ادي الدواء الخاص بالسلمونيلا، وعندنا فيديو بيتكلم عن البي ام دي حلو جدا برضو هيطلع لكم في حرف الاي، وازاي تجنب موت الزغاليل في مرحلة التلات ايام الاولى، لان دي في الغالب بتبقى من سبب السلمونيلا. فالدرج بتاع البياضة بتاع الأرضية القفص هو الجايد او الحاجة اللي بتساعدني على اكتشاف المرض قبل ما يتطور مع طيور. نخلي بالنا من نقطة مهمة، ما حاولش ان انا افتح نهائي البياضة
مفاجئ سواء من الباب الامامي او من الباب العلوي. طب ليه؟ لان انا بالطريقه دي لو النتايه خلاص قربت تحط البيض او هتضع اول بيض مثلا او حطت البيض، انا فتحاني للبياضه بالشكل ده، اولا هفزع النتايه، فبالتالي مش ممكن اخليها تهجر العش خالص، ما تبتش جوه البياضه لان انا سببت لها قلق. تاني حاجه هم بيخافوا جدا جدا وقلقين جدا جدا، كوكاتيل والبادجي قلقين جدا، فممكن ما يبيضوش جوه البياضه، او تكون حطت اول بيضه ونتيجه فتحان البياضه عندها مفاجاه بالشكل ده، ان انا البيض يقع يكون هي حطاها قرب الباب، هي لاقيه ان المنطقه دي هي انسب منطقه ان هي تحط البيض فيها، او ان هي تقوم فتفرك البيض تحت منها فالبيض يتكسر وتحصل منه مشاكل، او ان انا كده بفتحه البياضه المفاجاه دي انا كده بغيرت درجه الحراره ودرجه الرطوبه بالنسبه للطيور، فبالغالب يا اما هصيب النتايه دي بالبرد اللي هي راقده ولسه هتحط اول بيضه، او ان هي تكون حطت بيض وانا دخلت هواء مفاجئ او غيرت من درجه الرطوبه، زي بالظبط ما بتفتح باب اوضه مفاجئ، لو اتفتح باب اوضه عليك مفاجئ، لو في سقعه هتحس بسقوعيه داخل عليك غيرت الجو اللي عندك في الاوضه، نفس الفكره بالنسبه للبياض. نخلي بالنا برضو من حاجة مهمة، ان النتاية لما بتدخل عشان تحط اول بيضة او يعني هتحط اول بيضة بتشوف النشارة اللي تحت منها مناسبة ولا مش مناسبة. في البادجي لو هي النشارة عندها مش مناسبة هتطلعها لك بره، فما تحاولش تخرج النشارة، هي خلاص النتاية كده هتقدر تتعامل وهتظبط وهتخربش الارضية بتاعت البياضة وتظبط حالها وهيبقى تمام التمام، وما تحاولش تفتح البياضة غير يعني لما تمام التمام، مثلا هنقوله بعد اسبوع بعد 10 ايام من اول من انت تشوف ان النتاية خلاص ابتدت يعني تكن بقى جوه البياضة، ما تحاولش تفتح البياضة، هي مظبطة حياتها بالكتير قوي قوي حط لها عود دخن كده جوه هتقزقز فيه وتتسلى فيه وهتبقى تمام التمام. بعد 10 ايام هو في البادجي 18 يوم بالكتير 20 او 21 يوم لو بادجي، ولكن في الشتاء ممكن نتأخر شوية فأقصانا 22 يوم في الشتاء، ممكن في الصيف 18 يوم. اما بالنسبة للكوكاتيل فممكن يوصل معانا هو 21 يوم شتاء 21 يوم صيف 24 يوم في الشتاء، ممكن يبقوا 22 بس هنحسب من وضع اخر بيضة مش من اول بيضة، لازم نعرف الفرق ما بين الاتنين كويس كده. طب هنيجي بقى لازم الحركة اللي انا بعملها دي ان انا انظف ارضية القفص كويس جدا جدا. ليه؟ لان النتاية ممكن او الذكر يجوعوا مثلا فيطلعوا يروحوا ملقطين اي طلقيطة كده من على ارضية القفص دوت، ولازم اعقمه يا جماعة كده، فلازم ان ممكن يطلعوا ياكلوا يلقطوا اي حاجة، تطلع لاي حاجة دي عليها سموم فطرية نتيجة ان هي بقى لها فترة طويلة عليها يرقات عليها بيض دبانة جت بعض اتحبكت يعني ان هي تبيض عليه الكلام ده كله، فلازم اكون منظفه ارضيه القفص كويس جدا جدا جدا. طبعا مش هقول لكم بقى هنهتم بالميه والحاجات دي كلها، ان شاء الله باذن الفيديوهات الجايه هعمل لكم سلسله عن ازاي بقى نهتم بقى بفتره البيض وهندي ايه في فتره البيض وبعد كده هندي ايه في فتره الفأس، يعني ان انا احاول اعمل لكم سلسله كده صغنونه بحيث ان الهاوي الجديد او الهاوي القديم يبقى عنده ابديت للمعلومات الجديده اللي ممكن تكون في المرحله دي، وتبقى سهله بالنسبه لكم تطلعوا الباكج ده كامل على بعضه وتعرفوا من اول ما هجيبوا الطيور لغايه ما وصلنا كمان لمرحله البيض وبعد كده الفأس وبعد كده ناكل ايه في الفأس وبعد كده ما بين مرحله الفأس الى مرحله الفطام ومن بعد الفطام ازاي هنبتدي نعزل، يعني ان شاء الله تكون سلسله كده كامله متكامله باذن الله اقدر بيها افيدكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ما تنسوش اللايك الجميله بتاعتكم لو عجبكم الفيديو، لو ما عجبكمش الفيديو انا الديسلايك مش مشكله، بس اكتبوا لي ايه اللي كان ناقص في الفيديو، ولسه ما اشتركش في القناه بتمنى ان يشترك في القناه. اشوفكم على خير، نسيت هستناكم في الكومنتات واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.